طيب احنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه معانا اسم كبير جدا في عالم الكره الايطاليه، ماركو تارديلي، واحد من نجوم طبعا المنتخب الايطالي اللي حققوا كاس العالم. واعتقد كمان اهميه اللقاء كانت يعني مرتبطه بتوليه الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه مدير فني لمنتخب مصر. ماركو تارديلي بشكرك جدا على ظهورك معانا على شاشه الاهلي، واهلا بيك في السادسه. مساء الخير على الجميع ومساء الخير على جمهور الاهلي، واريد ان اهنئ الاهلي بفوزه بدوري ابطال افريقيا. لقد علمت ان الامس الامر قام الاهلي بتدشين النجمه العاشره على التيشيرت التاريخي للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. خليني بدايه يعني قبل ما ادخل في رؤيتك لمنافسات الشامبيونز ليج والمنافسات الاوروبيه وطبعا فرص الفرق الايطاليه، يهمني ابدا الحقيقه بملف منتخب مصر، وعايز اعرف ارجع معاك فلاش باك كده، قصتك مع منتخب مصر، انطباعاتك عن الكره المصريه، ايه الذكريات اللي ما زلت محتفظ بيها من الفتره اللي توليت فيها او يعني كنت بتشتغل فيها كمدير فني لمنتخب مصر؟ quando sono stato allenatore io era un calcio egiziano che poteva crescere con dei عندما كنت مدربا لمنتخب مصر كانت الامور مختلفه عن الايام التي نعيشها الان. لقد جئت الى مصر واردت تغيير الكره المصريه، لكن دعني اقول لك واكون صريحا، الاجواء في مصر صعبه جدا وقد قابلت العديد من الصعوبات في التعامل والتأقلم مع العقلية المصرية وعقلية، دعني لن أريد أن أقول العقلية المصرية كالشعب المصري لكي لا تتفاقم الأمور، لكن مع المسؤولين المصريين في اتحاد كرة القدم لم يعطوا لي الفرصة كاملة لكي أتأقلم في الأجواء. كانوا يتدخلون في العديد من الأشياء وكان الجهاز المعاون يتدخل دائما في أعمالي. ايه الحاجات اللي شاف ماركو تارديلي انه لابد من تغييرها في منظومه الكره المصريه، سواء تحقق منها شيء او حتى لم يتحقق؟ اريد ان اقول لك ان احترم الشعب المصري واحترم الكره المصريه، هذا قبل كل شيء، والكره المصريه لديها العديد من الاساطير المحليين والذين يلعبون في اوروبا، لكن يجب ان تتغير عقليه المسؤولين في الكره المصريه، يجب ان تتم اعطاء الفرصه للمدرب لكي ياخذ وقته. يعني اللي فهمته من كلامك انه انت ما خدتش فرصتك بشكل كامل، ايه المعوقات اللي انت واجهتها اثناء فتره توليك مسؤوليه منتخب مصر؟ لكي أكون صريحا، أعطوا لي الفرصة لكن لم يعطوا لي الفرصة كاملة، كانوا يتدخلون دائما في الأمور. في كل مباراة اللاعبون دائما يتحدثون معي، لماذا أنا أجلس احتياطيا؟ المدرب المساعد دائما يأتي ويقول لي رأي من غير ما أطلب ذلك. مع انتهاء التجربة انقطعت علاقتك بالكرة المصرية ولا استمرت على الأقل متابعتك ليها، استمر تواصل منك مع بعض الموجودين اللي اشتغلوا معاك أو اللي كانوا بيتولوا المسؤولية في التوقيت ده؟ لا أتابع الكرة المصرية. عندما كنت مدرب بالأمر كنت أتابع الأمر، لكن بعد انتهاء علاقتي بمصر كمدرب للمنتخب انقطعت علاقتي بعد شيء، لكن لا أحد ينكر محمد صلاح سفير مصر في ليفربول وكان سفير مصر في إيطاليا، وأتابع العديد من اللاعبين المصريين. طيب أروح معاك لملف بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن المنافسات بادية في منتهى القوة، خصوصا ان احنا عندنا مواجهات من العيار الثقيل. خليني بداية اشوف رأيك في انطلاقة البطولة، عندنا طبعا ماتشين يمكن كانوا الاهم، خسارة البارسا على ارضها من بايرن ميونخ وخسارة مانشستر يونايتد، الحقيقة عامل ميركاتو اكتر من رائع امام يانج بويز السويسري. ازاي شفت النتائج دي وهل كانت مفاجأة بالنسبة لك؟ يجب ان تذكر ايضا يوفنتوس، لماذا لم تذكر يوفنتوس امام مالمو؟ ويوفنتوس طبعا بالتاكيد.
أقول لك قد رأيت بالأمس مباراتين كبيرتين، ثلاثة مباريات، بايرن ميونخ الفريق الأقوى في العالم حاليا الذي يسيطر ويهيمن على البطولات الأوروبية والألمانية. بايرن ميونخ يعتبر أقوى فريق الآن وقد يفوز بدوري أبطال أوروبا. ريال مدريد أيضا مرشح، اليوفا الذي لم تذكره هو أيضا يبقى مرشح رغم أنه يعاني في الدوري الإيطالي، لكن أقول لك أن دوري أبطال أوروبا هذا العام سيكون مليئا بالمفاجآت. طيب النهارده عندنا ماتشين من العيار الثقيل برضو، عندنا ماتش الأول هيجمع بين الإنتر والريال، والماتش الثاني بين ليفربول وبين إي سي ميلان. إزاي بتشوف المواجهتين دول وبشكل عام، يعني سواء كنا بنتكلم على الانتر على الميلان على اليوفي، ماركو تارديلي ازاي شايف ازاي فرص الفرق الايطاليه والانديه الايطاليه في انها تكون منافس حقيقي على لقب تشامبيونز ليج؟ ما ho detto prima ci sono nel campionato europeo ci sono squadre molto forti. في البطوله الاوروبيه هناك العديد من الفرق الاوروبيه الاقوياء، ليس فقط الثلاث الايطاليين الذي ذكرتهم، هناك مانشستر سيتي قوي جدا ومرشح، هناك باريس سان جيرمان. عندما نتحدث عن المنافسه، لكن اذا لا انا بسال بس على فرص المنتخبات الفرق او الانديه الايطاليه في تحقيق اللقب. انا ادرك تماما انه بايرن ميونخ فريق مرشح او بطل مرشح ومحتمل، بي اس جي نفس الحكايه، مانشستر سيتي، لكن من وجهه نظر ماركو تارديلي هل الانديه الايطاليه عندها القدره على انها تنافس او انها تحقق لقب الشامبيونز ليج؟ إذا كنت تريد أن تعرف إذا كان الأندية الإيطالية قادرة على الوصول بعيدا في دوري أبطال أوروبا، أقول لك أن هذا الأمر صعب جدا بالنسبة للميلان وبالنسبة للإنتر وبالنسبة لليوفا. لديه بعض الإمكانيات التي تؤهله للعب النهائي، لكن الفوز في دوري أبطال أوروبا صعب جدا، خاصة بالنسبة للإنتر الذي استغنى عن بعض اللاعبين في الميركاتو، والميلان الأمر صعب بالنسبة لهم. من أكثر من 10 سنين، نقول من 15 سنة، أو في الفترة حتى اللي أنت توليت فيها منصبك كمدير فني لمنتخب مصر، لما كنا بنتكلم على دوري الأبطال كنا لازم نحط يوفنتوس وإنترناسيونالي وإي سي ميلان كفرق مرشحة بقوة، وكان الميلان الحقيقة يمكن تحديدا في الفترة دي متفوق وباكتساح وعدد ألقاب تشامبيونز ليج كبير جدا، يمكن هو الثاني من بعد ريال مدريد. إيه اللي حصل للكرة الإيطالية؟ ليه حصل التراجع ده على مستوى الدوري المحلي اللي فقد كتير من بريقه لصالح دوريات تانية، وعلى مستوى المشاركة في بطولات كبيرة زي بطولة تشامبيونز ليج؟ تتحدث عن أمر عظيم، انهيار الاقتصاد في إيطاليا. الفرق التي ذكرتها الآن، السيتي وبي اس جي وبرشلونة وريال مدريد، هؤلاء عليا القوم في أوروبا ولديهم الأموال ويضخون الأموال. الإنتر الآن عندما فاز بدوري الإيطالي العام الماضي، ماذا فعل الإنتر؟ قام بالاستغناء عن أقوى اللاعبين في الفريق، كما بالاستغناء عن لوكاكو، عن أشرف حكيمي. لماذا؟ كيف تفوز بدوري أبطال أوروبا وأنت تستغنى عن القوام الأساسي من أجل المال؟ لذلك نعود إلى الدائرة التي ندور فيها، المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها إيطاليا والأندية الإيطالية، هذا كل ما في الموضوع. طيب بمناسبة الكلام على الميلان، يمكن تصريحات، ويهمني أسمع تعليق ماركو تارديلي عليه، تصريحات من المسؤولين في نادي الميلان بيقولوا فيها أنه يجب علينا أن احنا نستلهم تجربة ليفربول عشان نرجع الميلان في الطريق الصحيح. متفق مختلف؟ شايف إيه اللي ممكن يعمل النقلة للفرق الإيطالية وخصوصا الإي سي ميلان؟ ليفربول لديه كل شيء، فريق عظيم ولديه تاريخ كما الميلان في إيطاليا، لكن أن يقوم المسؤولين في الميلان بأنهم يريدون تكرار تجربة ليفربول، أنا أود أن أوجه رسالة لهم من خلالك، هل لديكم أموال ليفربول؟ إذن دعنا نرى هذا. الأموال هي التي تصنع الفرق من وجهة نظر ماركو تارديلي، ولا في رؤية وفي قدرة على اكتشاف مواهب وفي قدرة على يعني اكتذاب نجوم؟ يضحك ماركو تارديلي ويقول المال شيء هام، لكن عندما يكون اللاعب يجلب أموال لنادي
والعكس صحيح. اذا المال يصنع الفارق بجانب اللاعب. متفق. وان كانت تجربه زي تجربه بايرن ميونخ وهو فريق ما بيعتمدش على شراء نجوم بالملايين ولكنه دايما عنده قدره وعنده حظوظ في المنافسه على كل الالقاب. اروح معاك لملف جوزيه مورينيو، ازاي بتشوف حظوظه وازاي بتشوف الموسم الاول ليه مع فرقه روما؟ لا نريد ان نتحدث عن حظ مورينيو، ليس محظوظ. مورينيو ماهر ومورينيو لديها العديد من المؤهلات التي تؤهله لكي يدرب اعظم الفرق في العالم، وقد درب اعظم الفرق في العالم، درب الانتر، درب ريال مدريد، ويستحق ان يدرب روما وسيعود مع روما من البوابة الكبرى. مورينيو هو رجل مهم جدا للكرة الإيطالية. إيطاليا هذا العام لديها العديد من عظماء المدربين، لديها مانسيني، لديها سيموني إنزاجي، لديها مورينيو. إذا مورينيو سيصنع الفارق مع روما. مانسيني غير من شكله ومن طريقة وأسلوب الكرة الإيطالية بشكل عام، وظهر ده في اليورو 2020. وهل تتوقع أنه يستمر ويبقى عنده قدرة على المنافسة على لقب زي مثلا بطولة كأس العالم؟ يجب أن نعلم الشيء الأهم، أن مانسيني قام بصنع الفارق وغير الطريقة الإيطالية. نحن سعداء في إيطاليا، مانسيني كان صديقا لي في المنتخب الإيطالي، نتحدث دائما. غير الكرة الإيطالية وغير العقلية وغير عقلية اللاعبين، وبدأ يضخ العديد من الشباب بجانب الكبار، وبدأت تظهر الجواهر الإيطالية. أقول لك يجب أن نحارب من أجل الفوز بكأس العالم، نستطيع أن نرى تردلي آخر. طب بمناسبه انه كلامك طبعا عن محمد صلاح، بانه بما انه واحد من اهم النهارده النجوم في العالم كله مش بس في انجلترا او في ليفربول، وبمناسبه كمان انه انطلاقه صلاح تحديدا كانت في الدوري الايطالي وتحديدا مع روما طبعا فتره سباليتي، ليه ما شفناش تكرار لتجربه صلاح؟ بما انه كلامك على انه الانديه الايطاليه ما عندهاش قدرات اقتصاديه كبيره جدا، كان من المنطقي انه يبقى في محاولات لاستنساخ تجربه صلاح، بحث عن لاعب موهوب، صفقه ما تكونش مكلفه للانديه. واعتقد انك انت دربت في مصر وشفت لاعبين كتير في مصر ممكن يكونوا تجارب ناجحه في الدوري الايطالي. صلاح يجب أن نتحدث أن صلاح طفرة في الكرة المصرية. عندما جاء إلى إيطاليا عبر بوابة فيورنتينا إلى إيطاليا ثم انتقل إلى روما، اللاعب اشتغل على نفسه وتعب وكان يتدرب كثيرا. صلاح طفرة ويجب أن نحيي صلاح، وتم وتطور في روما ونشأ في ليفربول. لكن ليه ما كانش يكون في تفكير على انه يكون في كتير من اللعيبه المصريين؟ يعني اعتقد ان صلاح فتح الباب للاعبين المصريين لان هم يكونوا محترفين في دول اوروبا. اعتقد انه ايطاليا دايما هي حلم بالنسبه لكل اللاعبين المصريين. هذا ليس حقيقي، لان الانديه الايطاليه كل يوم والوكلاء ينظرون دائما الى مصر، لكن صعب ايجاد محمد صلاح اخر، صعب بالعقليه. اللاعب ليس فقط يقوم بعمل الدريبلينج ويسجل الاهداف، العقليه الاوروبيه غير. صلاح نجح في تخطي ذلك وانا سعيد به. طيب اروح لملف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. انتقال ميسي طبعا في صفقه يعني أذهلت العالم كله أو أصابت العالم كله بصدمة، من بارسا لبي اس جي، وانتقال أيضا رونالدو من اليوفي كان بمثابة صدمة لعشاء اليوفي، وانتقاله عودته مرة تانية لمانشستر يونايتد. من وجهة نظرك رأيك في الصفقتين، وهل تتوقع أن هم يحققوا نجاح في المرحلة دي من حياتهم في الملاعب مع الأندية دي، ولا ممكن تردل يكون ليه وجهة نظر تانية؟ كريستيانو رونالدو يصنع الفارق في أي فريق في العالم لأنه كريستيانو رونالدو. وأقول لك الشيء، كريستيانو رونالدو خروجه من اليوفي ليس بالمفاجأة، قام بعمل مشاكل مع الليجري وقام بعمل أشياء كثيرة رفضها أندريا أنيلي رئيس النادي ورفضتها إدارة اليوفنتوس، لأن مهما كان عظمة كريستيانو رونالدو اليوفي أعظم منه وسيبقى اليوفي فريق كبير. طريقة خروج كريستيانو رونالدو كانت مهينة لإدارة اليوفي ومسؤولين اليوفنتوس. هو ليس اعظم من اليوفي ولن يكون اعظم من اي فريق، لكنه يصنع الفارق
اينما ذهب كريستيانو رونالدو. بس كل التقارير اللي اتكلمت على رحيل رونالدو من عن يوفنتوس كانت بتتكلم على عدم رغبه يوفنتوس في الحفاظ على رونالدو كواحد من لاعبيه. يعني القرار كان قرار اليوفي مش قرار رونالدو بالرحيل عن اليوفي. In Italia non si parla di questo. In Italia si parla che c'erano problemi economici. في إيطاليا لن يتحدثون على ذلك. هناك بعض الأمور المخفية شيئا ما، لكن أنا قريب من النادي وأذهب إليه دائما. الصحافة لديها حديث ونحن لدينا حديث والحقيقة لديها وجه آخر. المشكلة الاقتصادية هي التي أطاحت برونالدو خارج اليوفي. تتوقع أنه ميسي بالمناسبة برضو يحقق نفس النجاح اللي حققه لسنين طويلة جدا مع سكواد البارسا؟ يعني وجوده طبعا إلى جانب نيمار، دي ماريا، دراكسلر، امبابي، هل تتوقع أنه يقدر يحافظ على نفس مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في العالم؟ يحقق نفس النجاح مع البي اس جي زي ما حصل مع برشلونة؟ ميسي ذهب إلى باريس سان جيرمان من أجل دوري أبطال أوروبا، يستطيع الفوز به. ميسي لوحده فريق، فما بالك بالذي يلعب بجانبهم الآن نيمار ودي ماريا وإيكاردي وفيراتي. ميسي لوحده يستطيع أن يقود فريق. طيب. وانا اعتقد ان ميسي سوف يحقق نجاح عظيم في بي اس جي. هاوصل معاك لفقره الاختيارات، عايزك بدايه تختار لي اقوى ثلاث منتخبات من وجهه نظر ماركو تارديلي على مستوى العالم، واقوى ثلاث انديه من وجهه نظر تارديلي على مستوى العالم برضه. ما قاعد انا ناشيونال بي فورت سونو سيمبر لي سوليت. الثلاثة منتخبات الأقوياء دائما هما الذين التي تعرفهم أنت ويعرفهم الجميع، إيطاليا كوارتي فينالي، جرمانيا وألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، والبرازيل والأرجنتين دائما لا نستطيع أن نقوم بإخراجهم من التصنيف. العظماء والكبار في عالم كرة القدم كثيرة جدا. أنا بالنسبة لي غريب أنك أنت تختار ألمانيا في التوقيت ده وتستبعد منتخب زي منتخب فرنسا او منتخب زي منتخب بلجيكا. انا لا اقول انني افضل المانيا، انا اقول ان منتخب بلجيكا عندما كان في دوري الامم الاوروبيه الاخير لم يقدم المستوى المردود منه. انت تتحدث عن الافضل والافضل من يفوز. ألمانيا عظيمة وتصنع دائما الفارق. بلجيكا ينقصها الشيء هذا. من حديثي معك أنت تتابع الكرة العالمية والكرة الأوروبية، لكن ماذا فازت بلجيكا؟ طيب وعلى المستوى الأندية، يعني من وجهة نظرك أقوى أندية على مستوى خلينا نقول أوروبا، ومين النادي اللي ممكن يكون بيقدم الكرة اللي بتمتع ماركو تارديلي؟ كل الكلاب اللي تبيعش جواردارلو. أنا أعشق كرة القدم كلها، لكن برشلونة دائما المفضلة لي. تقول لي كيف وقد خسروا بالأمس أمام بايرن ميونخ بالثلاثة، لكن البارسا التيكي تاكا ولدت في الكامب نو وفريق يمتعني دائما. بي اس جي يمتعني. روما هذا العام أمتعني في الثلاثة جولات. أفضل ثلاث مدربين من وجهة نظرك؟ أفضل ثلاث مديرين فنيين؟ هناك مدربين كثيرين يستطيع ان يقول في ايطاليا فقط. لا في في اوروبا، يعني ان اوروبا في اوروبا ان اوروبا ان اوروبا parliamo di in Europa in generale in Europa non solo in Italia in Europa vogliamo. لو ايطاليا هيبقى كونتي واليجري ومانسيني، يعني مش محتاجه مش عارف تتفق ولا تختلف، لكن خلينا نوسعها اكتر في اوروبا. In Europa, الأفضل بالنسبة لي ويستحق توماس توخيل مدرب تشيلسي، قام ببناء فريق عظيم في تشيلسي، فاز بدوري أبطال أوروبا.
جوارديولا دائما في المركز الاول والثاني، مانشستر سيتي ويعمل عمل عظيم مع مانشستر سيتي، والمركز الثالث هناك العديد يجب ان تختاره انت. دعني اقول لك من هو الافضل من وجهة نظرك؟ اعتقد انه يعني هانس فليك من الاسماء المحترمه جدا، جوارديولا لابد انه دايما يكون في الحسبان، ومورينيو لابد ان احنا برضو باعتبار تاريخه والسي في كلهم اسماء محترمه. امتى ممكن نشوف لاعب ايطالي بينافس على لقب افضل لاعب في العالم؟ questo non lo so, sinceramente è difficile poterlo dire. انت صريح وانا ساكون صريح معك، الامر في ايطاليا صعب ان يقوم لاعب ايطالي بافضل لاعب في العالم. يجب ان يفوز اللاعب باشياء كثيره، فازوا بدوري ابطال اوروبا، جورجينيو مفضل، هذه الايام لن يوجد لاعب قد ينافس على افضل لاعب في العالم. من واقع مشوارك الطويل مستر تارديلي، سواء كلاعب طبعا من 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 اكبر الاسماء اللي لعبت لمنتخب ايطاليا او حتى كمدير فني، لو طلبت منك توجه نصيحه للاعب المصري، ايه ممكن ايه تكون الرساله او ايه النصيحه اللي تحب توجهها له؟ Io, giocatore egiziano forte, conosco solo Salah. Io credo che Salah non abbia bisogno di. إذا سمحت لي أن أفجر هذه المفاجأة، دربت في مصر كثيرا وشاهدت العديد منهم. اللاعب المصري القوي بالنسبة لي محمد صلاح، ولا يوجد غيره. يجب أن تتغير عقلية اللاعب المصري. يجب أن يشتغل على نفسه كثيرا. يجب أن يكون طموحه أوروبا والعالم. أنت مصري، من منهم لديه الطموح الذي لدى صلاح؟ أنا بعتقد أنه صلاح غير كتير في على أقل تقدير رغبة أو سقف الطموحات بالنسبة للاعبين المصريين، لكن تبقى العقلية مفيش شك ومتفق معاك بنسبة 100% هي الأهم. الموضوع مش موضوع قدرات وإمكانيات فقط، لكن كمان المنتاليتي أو العقلية اللي تسمح للاعب بالتعامل مع كيانات محترفة، مع منظومة كروية إلى حد كبير جدا متطورة في معظم دول أوروبا، تبقى هي العامل الأهم والفارق الحقيقي. بشكرك شكرا جزيلا طبعا على وقتك وعلى مشاركتك معنا نجم الكرة الإيطالية ماركو تارديلي.